احنا عندنا كلام كتير جدا عن منتخبنا وعن المباراه بكره لكن كمان عايزين نشوف الصحف ومواقع السنغال قالت ايه عن موقعه النهائي الافريقي للوصول لكاس العالم بين مصر والسنغال تعالوا نبدأ في موقع اسمه دكار اكتو، ده دا دكار اكتو سلط الضوء على تصريحات اليو سيسي طبعا المدير الفني للمنتخب السنغالي اللي اكد فيها على سعي السنغال للفوز والتأهل للمونديال. الموقع أشار إن السي فضل يعني إقامة التدريبات خلف الأبواب المغلقة لإخفاء طريقة اللعب اللي هيصعد بيها على طبعا ضوء الصحيفة اللي هيصعد بها لكأس العالم. الموقع كمان اشار ان السيسي ركز في تدريباته على الضغط العالي سرعه استخلاص الكرة احتماليه كمان الدفع ببامبا ديانج ده طبعا لاعب مارسيليا وراس حربه بشكل كبير جدا وكمان معاه فمارا لاعب انطاليا سبورت الانيا سبورت اسف التركي وده طبعا بيديك يعني ممكن يديك بعض المعلومات الخاطئه توصل للجهاز الفني وارد جدا يلعب براسين حربه ولكن اعتقاد الشخصي هيستعد بشكل عادي جدا 4 3 3 المعتاده بالاضافه طبعا هو بيقول بالاضافه الى الاعتماد على الجانبين طبعا كلنا عارفين انه بيعتمد بشكل كبير جدا على الاطراف وكمان بيهتم بالتكتل الدفاعي المتوقع للمنتخب المصري موقع تاني اسمه سيتي نيوز ده وصف تصريحات محمد صلاح الأخيرة بإنه استفزاز جديد للسنغاليين. خاصة إن محمد صلاح أكد في تصريحاته إن التعادل يكفينا للتأهل للمونديال لكننا أتينا للسنغال لتحقيق الانتصار. أكد كمان محمد صلاح من خلال تصريحاته على قدرة المنتخب المصري في التأهل للمونديال على حساب المنتخب السنغالي. نفس الموقع وصف غياب عبدو ديالو حضراتكم عارفين عبدو ديالو طبعا لعيب باريس سان جيرمان لاعب المنتخب السنغالي وغيابه عن مباراه الاياب في التصفيات طبعا الاخيره دي تعتبر ضربه كبيره لاليو سيسي المدير الفني للمنتخب السنغالي الموقع اشار ان المنتخب السنغالي يتعين عليه استقبال محمد صلاح بمهاراته والتعامل معها لكن بدون عبدو ديالو موقع والز مونديال كتب عن صلاح والمصريين يعني كتب قال صلاح والمصريين محتجزون في دكار وساديو ماني كان يخدعهم. أشار طبعا الموقع إلى الجماهير السنغالية اللي بتنوي الضغط على المنتخب المصري من أجل التأهل للمونديال والموقع أشار كمان إن محمد أبو جبل ومحمد صلاح تعرضوا لبعض المضايقات من قبل مشجعي السنغال. زي ما بقول لحضراتكم الضغوط اكيد وده برضو تاني عشناه نحن احنا بنروح هناك بيبقى هتلاقي ممكن جدا وارد النهارده بالليل تلاقي زفه تحت اوض اللعيبه وطبل وزمر علشان اللعيبه ما تنامش كويس وارد